نجيب لنا القانون ونشوف يا كابتن شبير، يلا عشان الناس تبقى مقتنعه باللي احنا بنقوله. عندنا القانون الماده 11 هي ماده التسلل، ونشوف هي ماده التسلل هنا بتقول ايه. تمام، هنا التداخل مع المنافس يا كابتن شبير. نعم. منع المنافس من لعب الكره او القدره على لعب الكره من خلال اعاقه واضحه لخط رؤيه المنافس، منافسه اللاعب الخصم على الكره، تحت هنا محاوله واضحه للعب الكره التي تكون قريبه عندما تؤثر هذه المحاوله على المنافس. نعم. هنا الفقره اللي هي محاوله واضحه للعب هي تندرج تحت اللعب دي يا كابتن اسامه. حتى الاثنين، حتى القيام بفعل واضح، والقيام بفعل، برافو عليك، الاثنين يمشوا يا كابتن. نعم. الاثنين يمشوا، وبالتالي هنا الفار ما يقدرش يقول هدف او مش هدف، تعالى يا امين شوف انت اللي تقرر. نعم. هذا في تاثير ولا فيش، وبالتالي هنا التاثير كان موجود، وامين عمر راح ورجع بالقرار عشان نوضح. الناس بتقول ما بنشوفش في التسلل الحكم بيروح، لا صحيح. في هذه الحالات لازم الحكم يروح يا كابتن شبير. كويس ان حضرتك يعني دعمتها بالقانون عشان الناس كلها تبقى. دي الماده 11 على فكره هي ماده التسلل. نعم. فاحنا جبنا الفقرتين اللي تحت دولت عشان نقول ان فعلا الراجل كان في محاوله لعب واثر على قدره المدافع على لعب الكره كابتن هاني. تمام.